السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. بتفضل. أحسن الله إليك يا شيخنا. الآن أنا أحفظ القرآن وأراجع أوراد يومية، ولكن يصعب علي البقاء على طهارة. لا بأس أن تقرأ القرآن وأنت لست على وضوء. أريد أن أمسك القرآن يا شيخنا، أنا أمسكه وأقلب في صفحاته. لو سمحت اسكت حتى تسمع الإجابة. أقول لا بأس أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب وتوضأ فتوضأ بعد القراءة. وأما عن مس المصحف فإن الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، على رأي عدد من أهل العلم أن هذا في الكتاب المكنون المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، والمطهرون هم الملائكة، وشاهدهم قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فعلى التحقيق هو حديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده، والله أعلم. نريد بالله عليك الزيارة، زيارة حضرتك متى تكون موجود؟ أنا موجود غدا، موجود إن شاء الله. موجود يوميا بعد صلاة الظهر؟ اتصل بي على الهاتف الخاص، قد تعتريني أسفار، بارك الله فيك. ماشي، شكرا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. وإياكم، الحمد لله بخير. الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يرضى عنك يا رب ويرفع قدرك في البارين، الله يبارك. وعنك وعنك يرضى ربي، وعنك وعنك وعنك، تفضل. الله يحفظك، كنا عندي سؤال بسيط، الله يبارك في عمرك. كنت سمعت الله يحفظك أن هناك مسابقة في تفسير سورة الأعراف وسورة النور خاصة بكم، يعني الله يبارك فيكم. إن شاء الله. أنا ما أعرف يعني ما شروط المسابقة وكيف. ليس لها أي شروط. ليس لها أي شروط، تأتي تختبر وتنصرف. متى الاختبار إن شاء الله؟ في رقب إن شاء الله. في شهر رقب إن شاء الله.
طيب هناك يعني مقررات معينة يجب أن لا تضيع فيها يعني وقتنا، الله يكرمك. كتب؟ نعم. لا ليست هناك، المهم تعرف كل سؤال يوجه إليك في سورة الأعراف وسورة النور. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، يا حكيم له طرق يصحح بها من ناحية المعنى، لا نكاح إلا ولي، كذلك الآية الكريمة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وأنكحوا الأيام منكم، في الخطاب للأولياء وعلى هذه الشاكلة أحاديث. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يخليك وحبك في الله. والله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذنك عايز أسأل سؤال، بس على سؤال، هي قالت لو تزوجتني نذرا علي أن أرضعه، عايز أسأل سؤال على الإجابة. هذا سؤال تقدم منذ زمن بعيد وأجبنا عليه بما فيه كفاية، فلا معنى للإعادة. شكرا. لا عسل بقى عليه، مثلا لو دلوقتي واحدة أرضعت بس بطريقة غير مباشرة. هذه أمه يا أخي، هذه أمه. شكرا. لو واحدة أرضعت بطريقة غير مباشرة فتعتبر رضعة؟ نعم، عند الجمهور أيضا تعتبر، لا تعتبر رضعة عند الجمهور. ابن حزم الذي شذ، يعني هب أن المرأة حلبت لبنا من ثديها في كوب تمام وشربه شخص عدة مرات أو قدر الذي يحرم يحرم. أما ابن حزم الظاهري هو الذي خالف في هذا وقال يلزم من الرضاع الامتصاص بالفم من الثدي، هذا كلام ابن حزم، وهو من غراباته وظاهريته الجلدة، كقوله عند ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، قال لو بال في كوب وصبه في الماء الدائم لم يقع في المحظور، وهذا من الظاهرية الجلدة غير المحمودة. شكرا. تقول عائشة إني قادمة تعمل في جمعية خيرية، ولما حد أحد، يا عائشة لما حد يجمع التبرعات في الجروب في المجموعة، يا عائشة دعك من التعاجم، نحتفل به، هل يجوز أم يعتبر هذا رياء؟ لا تعملي هذا، هذا شيء يدعو إلى الرياء ويخرجنا عن حيز الاعتدال. لكن مش عارف يعني، هو الجامع تحتفل بالجامع الذي أتى بفلوس كثير للجمعية ولا تحتفل بالمتبرع؟ مش فاهم. إذا كنت تحتفل بالمتبرع بالذي يجمع عفوا تشجيعا لا بأس، لكن لا نحب أن ندخل في هذا. وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في عمرك يا رب. وإياكم. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، كان في واحدة إذا تمت خطبتها لشخص واحدة إيه؟ بعد عفوا قاعد قاعد آنسة تمت خطبتها لشخص، تمت خطبتها لشخص، ايوه، وبعد فتره وجاب لها احضر لها شبكه واعطاها مبلغ من المال لاحضار شنطه العروس. ثم بعد شهر هي ذهبت واشترت الاشياء، شنطه العروس بالفعل والشبكه معها، وبعد شهر قد قام بفسخ الخطبه. شنطه العروس دي ما معناها؟ مش فاهم. شنطه العروس تجهيز ملابس، بعض ملابس يعني، بعض ملابس للعروس عادة يعني، ما اعرفش جايبينها منين يعني. هو ادالها الفلوس وتركها. لا وتركها. فدلوقتي الشبكة تخصه ماشي، هي مستعدة ترجعها، لكن بتقول الفلوس المال اللي هو اداها لها ده انا اشتريت بيها شنطة هدوم خلاص. فهي حلها ايه بقى المال اللي اخدته ده؟ يعني الشبكه ما فيش فيها بينهم مشكله، الكلام على شنطه الشبكه، هي قالت انا هرجعها عادي، ما عنديش مشكله فيها، شبكته موجوده هياخدها عادي. ايوه، لما شنطه، لكن الـ 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 الاشكال هنا في شنطه الملابس دي، مستعمله لا ترجع، هدايا مستهلكه. بس هي ما لبستش حاجه يعني، الشنطه زي ما هي تعتبر ولو ما هو تكلفت له، تكلفت له وهو اهدى لها هديه،
لأن شنطة الملابس لا تعد من المهر. تمام. تمام فهمت حضرتك. وهو الذي ترك. هو الذي ترك فعلا. فلا ترجع شنطة الملابس إلا إذا كانت هي التي تركت. أما الشبكة ففي العرف المصري أنها من الصداق، والصداق يرجع. تمام. طب معلش سؤال تاني لحضرتك بس بعد إذنك. أنا ابني عمره 4 سنوات. الله يبارك. وهو الحمد لله بفضل الله دلوقتي يحفظ، يعني يعتبر جزء أعمى. فأنا حابب إن أنا يعني أحفظه القرآن، ويعني لو في فيديوهات لحضرتك في تربية النشأ على النهج النبوي يعني. عبد الرحمن، كتاب فقه تربية الأبناء على اليوتيوب. أنا إن شاء الله هجيب وجه لحضرتك، يعني أنا ده بإذن الله ده. اسمع بس الكلام لآخره. أنا هجيب وجه لحضرتك والله يعني. اسمع الكلام لآخره يعني. ماشي اتفضل. موجود على عبد الرحمن يقول على الجوجل كتاب لنا اسمه فقه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء. ايوه تمام. الكتاب ده انا حملته بالفعل، لكن مفيش فيديوهات لحضرتك؟ محاضره وخطب على اليوتيوب. يعني محاضرات وخطب على اليوتيوب. حاضر ماشي. تسلم يا شيخنا. الله يسلمك. الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخنا الفاضل تفضل. سيدنا، انا كنت متزوج في خطأ عبد الرحمن في كتاب من 2011. نعم. كنت متزوج من 2011. ايوه. وحصل خلاف، يعني زوجتي سابت المنزل ومشت يعني، ورفعت المحاكم، وبعد كده رفعت قضية خلع. يعني رفعت قضية خلع اللي هي يعني ايه حاجتها، فطبعا المحكمة حكمت فيها العفش والحاجة دي، وبعد كده انقضاء مدة وكده، وراحت لجأت للأسرة. ما السؤال يا حبيبي؟ توهتني معاك. ايه الموضوع باختصار؟ باختصار بلاغة كما يقولون. بس الموضوع يعني، هل اللي رفع خلع لها حق ان هي تاخد القايمة؟ لا، اذا كانت متضررة و طلقت للضرر يختلف عن المختلعة. المختلعة ترد الصداق، أتردين عليه حديقتها. أما المطلقة للضرر فإذا قضى القاضي بطلاقها للضرر لها كل مستحقات المطلقة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. عندي سؤالين لحضرتك. السؤال الأول، نظام التقسيط، لو في نظام تقسيط أو معظم نظام التقسيط حاليا، لو ما دفعتش الفلوس اللي أنا بقسطها في نفس المدة، يعني لو نظام التقسيط 4 شهور، لو ما دفعتش المبلغ في الـ4 شهور بيحسب عليا نسبة فلوس زيادة. فده حلال ولا حرام؟ إذا كنت تنوي أن تسدد في المواعيد دون تأخير فسنعتبر ذلك شرطا معطلا. طب لو تأخرت عن السداد مثلا، حصل أي ظرف ومحدش يعني يعلم الغيب، فهيكون علي إثم ساعتها؟ والله الأعمال بالنيات. إذا كنت ناوي التأخير لا ستأثم، لم تنوي التأخير فالأعمال بالنيات. طب السؤال الثاني اللي هو نظام شراء، مثلا البنك يشتري لي سيارة يدفع ثمنها وأنا لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، نشهد الله أننا نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك عن صحة حديث عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعي في الصلاة بسط الكلب. أيوه والله، يعني
علمي أنه صحيح الإسناد، لكن أحتاج مراجعته من ناحية العلل، مع علمي القديم أنه صحيح. يقول أنه رواه الترمذي. أيوة، مش مشكلة الترمذي، الترمذي فيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن لو تذكر تمام. السند اقرأه لي. دعوتك لنا ربنا. اقرأ السند. الله يسلمك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا حبيب. تفضل. صحة حديث بعدنا يا شيخ. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. لا يصح. من خرج. نعم. لا يصح. نعم شيخنا حبيب. طب في حديثين كنت سألت فضيلتك عنهم وقلت ليس أراجعهم إن شاء الله يعني. ما هما؟ شكى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم فقال عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا. انت من زمان يا اخي، انت من 7 اشهر سالني عن هذا السؤال. لا لا لا، اقل بكثير شيخنا الحبيب. والله لا اذكر لا. على العموم لا اذكر الان اخر، بس فضيلتك يعني مش رجال. لا، انت الذي سئلت من الاخوه من قال هلك الناس فهلكهم صحيح. كان معنا انا لا صاحب لا يقول ان احدكم زرعت، بس ده كان مع ده بالضبط صح. ولا يقول ان احدكم زرعت ضعيف الاسناد. بالضبط كده صحيح. وكان في حديث ثالث انت ذكرته اخر. هو النسلان. نعم. لا مش هو النسلان، مهم كده. ماشي، راجعه لك ان شاء الله. ان شاء الله. طب والحديث اللي هو برضه ان من اشراط الساعة يعني والتمس العلم عند الاصاغر، ده سألته من يومين او اظن 3 ايام. انا راجع لك، انا راجعه لك ان شاء الله، راجعه ثاني. ان شاء الله، بارك الله فيك شيخنا. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم يا مصطفى؟ الحمد لله. والله انا سعيد جدا بكلام حضرتك جدا. حضرتك كلام على حضرتك. الله يسلمك. يا شيخ انا طالب بكلية الهندسة، تمام؟ وعندنا بيبقى في مشاريع مطلوبة مني لو كده. ماشي. يعني زي نظام لوح نرسمها او معروف مثلاً. مفهوم السؤال ايه؟ طيب مشروع التخرج وبعدين؟ ايوه مشروع التخرج مثلا. هو في لوح مطلوبة مني انا مثلا في الكلية او شغل على اللاب وكده، لو جه حد من اصحابي انا عمل الشغل ده لحد، يعني مثلا حد عمل حد وبفلوس، هل يجوز ولا لا؟ غش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبكم في الله يا إمام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤالين بعد إذن فضيلتكم. الأول، صحة حديث يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير إلى رسول الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون؟ قال نعم. قيل فما بالهم يا رسول الله؟ قال يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الأشربة فباتوا على شربهم ولهوهم. ضعيف الإسناد. نعم. ضعيف الإسناد. تمام. بارك الله فيك يا ميلاد الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ أنا والله إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا لي بعض الأسئلة ولكن قد أطيل شيئا ما. نعم. لي بعض الأسئلة وقد أطيل شيئا ما. وقد إيه؟ تطيل؟ لي بعض الأسئلة. أيوه. شيخ أنا طالب في مدرسة صار على تكوين أساتذة. نعم. أنا طالب في مدرسة صار على تكوين أساتذة. أنت طالب في مدرسة إيه؟ تكوين أساتذة، تكوين الأساتذة. تكون قولي يا عبد الرحمن. الأساتذة، تكون الأساتذة. أنت طالب في مدرسة تكون الأساتذة؟ نعم يا شيخ. يعني مدرسة إعداد مدرسين؟ نعم نعم شيخ. طيب والسؤال؟ هو تخصصي هو الدراسة الإسلامية، إذ أن بعد تخرجي سأكون أستاذا للتربية الإسلامية. وتخصصك تربية إسلامية، وبعد التخرج إن شاء الله تكون مدرس تربية إسلامية، والسؤال؟ في فصلين لكن يوجد اختلاط. يوجد اختلاط وبعد؟ فيحتم علينا الشغال مع البنات واختلاط بهن وقيام بعروض. يا أخي الكلام مختصر، هل أشتغل مع بنات ولا لا؟ ابتعد عن البنات قدر الاستطاعة، انتهى الأمر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. ألو. خلاص انتهت. ألو خلاص. السلام عليكم. أحسن لك من ألو. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي اتصال بس عليك. اتفضل. أنا متعين في مصلحة الضرائب. نعم. متعين في مصلحة الضرائب المصرية. تعمل في مصلحة الضرائب المصرية؟ يا اخوة ارفعوا الصوت شوية يا اخوة. الله يغفر لكم. تعمل في مصلحة الضرائب المصرية، هل فيها شك ولا استمر؟ تعمل في مصلحة الضرائب المصرية، خفف على المسلمين قدر الاستطاعة. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير. نعم. هل تنصح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. دوما يا رب. ابقي لنا يا شيخ طفلا يسرق في المال بعض المال يعني. ماذا نفعل؟ حافظوا على الفلوس بس. حافظ على الفلوس، هات الفلوس دولاب وقفله. ماذا تصنع؟ ودوله بالهداية الله يهديه ويصلحه. الضرب يعني ضرب مبرع عادي ولا في اسم؟ لا يعني على حسب الحال، يعني ضرب مبرع يسبب أذى. الله يسلمك. الله يكرمك. مال الصوت اليوم كده خربان يا عبد الرحمن، صوت الناس. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفك شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. بارك الله فيك وعزك الله. وياك، تفضل. شيخنا أنا طلقت زوجتي. لأسباب شرعية. لكن الناس مش سايبيني في حالي، كل ما يعني أجلس مع ناس أنت إنسان مش كويس، يعني الناس كادوا أن يكسرونني يعني. تركت الصلاة وأخطأت في أخطاء كثير شرعية، فهل لي ذلك أو أنا مخطئ؟ لكن لك ذلك، لكن تعطيها حقها كمطلقة. والله يا شيخ انا اعطيتها حقها، هي مطلقه وواخده مني. خلاص لا باس ولا اثم عليك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي سؤالين، سؤال واحد قصدي اسال. سالي. هل يجوز رسم الانسان بدائره الوجه من دون ملامح؟ دعت إلى ذلك حاجة لا بأس. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أحمد دهشان. السلام عليكم. عمر مخلوف ولك بمثل يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت أريد من حضرتك تفصيل لشكل الأصابع في التشهد، عشان شفت حضرتك بتتكلم عليها بس مش عارف التفصيل بالضبط، يعني هل تتحرك ولا لا تتحرك؟ هكذا رأيت 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 الآن. السلام عليكم. إذا رجل تزوج زوجة ثانية وزوجته طلبت الطلاق، هل يعد هذا ضررا؟ تأخذ جميع حقوقها. رجل تزوج بزوجة ثانية وزوجته طلبت الطلاق، هل يعد هذا ضرر؟ تأخذ جميع حقوقها. على حسب، يعني مثلا إذا تزوج الزوجة الثانية وأتى بها في شقة الأولى
أو تزوج الزوجة الثانية وأهمل الأولى، قضية تنظر ينظرها القضاء أو المصلحون أو المحكمون الشرعيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. الله يبارك في حضرتك يا رب. وياكم. سؤال لحضرتك، أنا دلوقتي صيدلي وعندي سجل تجاري، وكنت ممكن أطلع على السجل التجاري فيزا حرة للسعودية، فهل يجوز الحج بيها؟ هو قالوا لي اللي انت ممكن اللي انا اروح بيها الحج، ولكن مش هروح بيها عرفة، تدخل عرفة بطرق يعني غير شرعية. على العموم اذا حججت الحج صحيح، وان قبضوا عليك فامرك الى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى بارك الله فيك؟ حالي طيب والحمد لله. كنت أريد أن أسألك سؤال يا شيخ بارك الله فيك. تفضل. الله يسلمك. ما قولك في أبي حنيفة يا شيخ؟ أنا أعلم أنك تقول عليه أنه فقيه مشهور وفي الحديث ضعيف، لكن يا شيخ الإمام أحمد ومالك والشافعي تكلموا فيه، فما قولك بارك الله فيك؟ طب هل أنت عفوا هل أنت قرأت كلام سفيان الثوري فيه؟ لا والله يا شيخ لم يرد عندي قول سفيان. لا راجع الكلام. على العموم أنا لا أنشغل بهذا كثيرا، كلامي فيه من الناحية الفقهية هو المشهور. لأن أريد الحق فقط يا شيخ بارك الله. نعم. لا أريد الطعن في أحد. نعم. كنت أريد الحق فقط، لا أريد الطعن في أحد. لا كلامك تريد الطعن في أحد، كلامك يفيد كده. أنت لا تريد، لكن كلامك يقول زي اللي يقول لزوجته أنت طالق، يقول أنا ما أريد أقول لها أنت طالق. أنت قلت، أنت الآن قلت طعن فيها. أنا عفوا سؤال، بس سؤال، أين طعن الشافعي في أبي حنيفة وما قال؟ أين المصدر؟ هي أقوال يا شيخ. أنا بسألك. أتأكد من حضرتك. لا أنا والله يا أخي الكريم، شوف أنا إذا حققت القول في أبي حنيفة مثلا، أنت ذكرت الشافعي. أيوة. لن أخذ كلام الشافعي من مصدر آخر بعيد، أخذ كلام الشافعي من كتب الشافعي أو من الشافعية. أخذ كلام الشافعي من كتب الشافعي أو الشافعية. وأنا ما أعلم والله ما أعلم هل الشافعي طعن فيه في أي كتاب من كتبه أم لا. إنما واحد ينقل عن الشافعي، طب ما الشافعي كتب موجودة. واحد ينقل عن مالك، أي بس صبرا علي، بس لأنك رميت شيئا. الإمام مالك أنت قلت طعن فيه مالك، عفوا أين طعن الإمام مالك فيه؟ لا ما أقصد كلمة طعن، أقول ذما، يعني أقصد أنه ذم. أما عفوا ما أيا كان الكلام، أين ذم مالك لأبي حنيفة؟ والله قد قرأت ذلك على موقع. وهل هذا أنت تعرف أن النت لقيط ولا غير لقيط؟ إذا واحد الآن طعن فيك. أنا يعني أنا استفسر. والله أنا ما أعلم يا أخي، لا أعلم إلا نقولات عبد الله بن أحمد، ونقولات عبد الله بن أحمد عليها بعض التحفظ. نعم يا شيخ. في ترجمة أبي حنيفة موجودة في كل الكتب، يعني مش نعم. الآن اضغط أبو حنيفة، ترجمة أبي حنيفة، خرجها من 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 خرجها من عموم الكتب، خرجها من تهذيب التهذيب، خرجها من سير أعلام النبلاء، خرجها من ميزان الاعتدال، خرجها من عموم الكتب. مش لازم تقتصر على كلام عبد الله بن أحمد الذي قد يكون هناك عدة مصادر للاستقراء ترى كلام العلماء في أبي حنيف. لا تأخذ من واحد فقط، لا تأخذ من واحد. نعم ممكن أسأل سؤال كمان بعد إذنك؟ تفضل. بس أنت عرفت الجواب كيف؟ عن أنت لما تأخذ ترجمة مثلا الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي نعم رحمة الله عليه، خرج أقوال العلماء في الشافعي عموما، لا تأخذ كلام الشافعي من علم واحد تظلم. حاضر يا شيخ. وانت عارف ما في رجال من رجال الاسانيد، البخاري يقول فيه نظر، ويحيى بن معين يقول ثقه، ليس ابو حنيفه. البخاري يقول فيه نظر، وهو ادنى مراتب الجرح عند البخاري ان يقول فيه نظر، وفي ذات الوقت ابن معين يقول ثقه. فانا اذا حاولت ان اجمع ترجمه عالم كما هذا تفضلت، ابحثه من عموم الكتب. فالذي أعلمه عن علمي القاصر، نعم هناك من طعنوا في أبي حنيف، أعلم ذلك جيدا، وهناك قلة أثنت على أبي حنيف، ولكن أعلم أيضا أنه في الناحية الفقهية
الناحية الفقهية أبو حنيفة كثيرا ما يبتعد عن الدليل الخاص ويلجأ إلى الدليل العام، يلجأ إلى الدليل العام. لكن شهرة أبي حنيفة كما أسلفنا في الفقه ليست في العقيدة، ما أعلم له كتابا في العقيدة الذي كتاب ينسب إليه الفقه الأكبر نحو ذلك، لكن مطعون في نسبته إليه. أما أن واحد ينقل أن أبو حنيفة ستيب من الكفر ثلاث مرات ويكلم كلام زي كده محتاج تواتر حتى ننقله. نعم يا شيخ، جزاك الله خيرا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم شيخ؟ الحمد لله بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الحمد لله بخير. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظك ويرضي ويبارك في حضرتك. الله يسلمك. ان شاء الله هيكون ليا مولود باذن الله الشهر الجاي وهتكون بنت باذن الله. الله يبارك لك فيها يا رب. كنت اللهم امين، كنت اتمنى ان حضرتك تسميها لي بس يا شيخ. سميها مريم، اكثر اسم النساء ما ذكر في القران، ما ذكرت امراه باسماء الا مريم سيده نساء اهل الجنه، سميها فاطمه. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. الله خيرا يا شيخ. حياكم الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب. اتفضل الله يحفظكم. ربنا يخليك. شيخ مصطفى الله حضرتك، هو حضرتك الدورة اللي هي بتاعت المسابقة بتاعت التفسير حضرتك بتعملها، هي دي بتكون قبل رمضان؟ في شهر رجب إن شاء الله. في شهر رجب؟ إن شاء الله. هكون في سورة إيه يا شيخنا؟ نعم؟ هكون في سورة إيه السنة دي؟ الأعراف والنور إن شاء الله. الأعراف وإيه يا شيخ؟ والنور. من كتاب التفسير يا شيخ برضه؟ لا، ما مقيد بكتاب، المهم أي سؤال يوجه إليك في التفسير، في تفسيرها، سبب نزول آية، معنى كلمة، فقه مستنبط من آية، عقيدة مستنبطة من الآية، دفع شبهة عن آية، أي سؤال تتوقعه من أي كتاب، ما احنا مقيدين بأي كتاب. في الأعراف والنور يا شيخ؟ بعون الله. طب حضرتك ساعتها بتنوه إن هي الدورة بتنوعها الصفحة، ما يعني في دورة ولا لا، ما فيش اشتراك، لا يجي يمتحن يمتحن وانتهى الأمر. ممكن نعمل لك امتحان في بلدك، إذا كان في بلدك مجموعة نرسل لك يعني بإذن الله. يعني شهر رجب أتواصل مع حضرتك وكل شيخنا، أنا عايز ماشي ماشي في المسابقة ديت. ماشي، توكل على الله. ماشي، ربنا يبارك فيك يا شيخنا. هي نافعة إن شاء الله، الناس ترتبط بكتاب الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ بخير ولله الحمد. سؤالي يا شيخ هو ان والدتي توفت الله يرحمها. الله يرحمها رحمة واسعة. كان لها شقة اللي احنا عايشين فيها وشقة تانية كانت متأجرة. استثمار يعني. فالورث اتقسم، احنا ولد وبنتين ووالدي الله يرحمه. كان اخوي اخذ الشقه اللي هي متاجره واحنا ووالدي بالنص في الشقه اللي احنا كنا عايشين فيها. طيب. فطبعا الشقه دي فيها عفش ماما القديم وحاجتها يعني وكده. نعم. بس ده ما قسمناهوش ولا جبنا سيرته وقتها، على اساس خلاص اخذنا الشقه باللي فيها وهو اخذ الشقه الثانيه بالمستاجر بتاعها بيدفع له، اول ما خد الشقه بقى المستاجر بيدفع له هو الايجار. يا اختي كلامك كتير، رخصي، ايه الموضوع؟ أنت أمك الله يرحمها ماتت وقسمت الشقة، باقي الكلام على الأساس؟ الثلاجة والغسالة والبوتاجاز ولا إيه؟ أيوه الأساس اللي هو العفش والأجهزة. أيوه. طيب أنتم ترى يعني تراضيتم بأن تعطونا هذه الأشياء للأب أو ما تراضيتم؟ لا، ما تكلمناش فيها نهائي لأن والدي كان عايش، جاء والدي توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. فجاء أخويا جاء بيقول طب انا ماليش في مراس الاجهزه ديت في نصيب ماما ولا هاخد من نصيب الاب يعني. فاحنا احتارنا، احنا اول رد ليه قلنا له لا احنا المفروض الشقه دي كانت بتاعتنا، يعني لو كنا بعناها الصبح كانت هتتباع بالاجهزه. بعد كده قال طيب ماشي، يعني خلاص الوالد والوالده ماتوا صح كده؟ كده توفوا خلاص، خل الذكر مثل حظ الانسان من العفش. يعني احنا مثلا ما يورث في النص بتاع والدي بس اللي هو ما احنا الاجهزه وياخد في النص بتاع والدي،
ولا يعني من الاول خالص افهم الكلام بس، من امي تاني؟ ابوك اتجوز واحده غير امك ولا ايه؟ اه اه يعني بس كل النزاع في الثمن الذي ستاخذ مرات ابوك، صح؟ لا 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 خالص، ما هو كده المشكله، ما هو ايه خالص ايه؟ لا لا يعني اعتبري انكم وهبتم الاساس عن تراضي منكم للاب بسكوتكم. جاء الاب تزوج عليه، هل كتب للعروس الجديد القائمه؟ العروس الجديد اتراضت واخذت قائمتها وكل شيء، هو دلوقتي الكلام ما بيننا وما بين اخويا واحنا عايزين. طيب للذكر مثل حظ الانثيين وانتهى الامر. في النص بقى بتاع والدي ولا في في الاساس كله؟ والاساس كله الان لمن؟ مش الام العروسه الجديده لوالدك مرات ابوك خدت نصيبها ومشيت؟ اه خلاص اخدته فلوس. ففي شيء متروك تركه الاب، سواء تركته الام واخذه الاب او تركه الاب كله، تقسم للذكر مثل حظ الانثيين يا اختي. الكلام مفهوم ولا انا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحضرتك فضيله الشيخ. بخير والحمد لله. آه لو سمحت كنت عايز، انا دلوقتي عايز واحد صاحبي. ايه رايك تقول اريد؟ ممكن تقول اريد مره واحده في حياتك كده؟ انا كنت انا اريد احسن من عايز. ماشي. انا اريد يعني اخد سلطه من واحد صاحبي. ايه. صاحبي ده هيشتري بالفلوس جنيهات ذهب. ايوه. بيخزن فلوسه يعني بيدخر فلوسه بجنيهات ذهب. طيب. وانا هاخدهم منه سلفه وبعد كده اردهم جرامات ايا كانت سعر الجرام. تمام؟ تاخذهم سلفه؟ اه. يعني انت الذي تستلمه منه رده كما استلمته. اخذت جرامات ذهب ترده الذهب، اخذت جنيهات تردها جنيهات مصريه. بالظبط. بس هو دلوقتي لسه هيشتري، ينفع ان انا اروح اشوف عشان يعني اشوف الذهب بكام واقف عند الكام دي؟ لا 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 يا حبيبي. نهاية المطاف كله أنت أخذت في النهاية ذهب تسلم ذهب، أخذت مال تسلم مال، انتهى الأمر. خدنا في اليوم ده الجراء الذهب ده مثلا 50,000 جنيه هيديني مثلا 5 جنيهات. يا أخي الذي تستلمه رده. أه. وهو بالخيار. هو سلمك جنيهات ردها جنيهات، سلمك ذهب رده ذهب. أنا. السلام عليكم. أه. بارك الله فيك يا ياسر عسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. كنت عايز أعرف شيخ مقدار عدة زوجة المرتد. زوجة من؟ مقدار عدة زوجة المرتد. مقدار عدة زوجة المرتد؟ الأحوط والأخرج من الخلاف أن تعتد بثلاث حيضات. ربنا يبارك في حضرتك. وياكم وياكم وياكم. إن كان هناك من العلماء من يقول بحيضة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء سبايا أوطاس بحيضة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انا كنت اسال حاجه، هو انا كنت قرات انه المفروض ان المراه وهي بتصلي تغطي دقنها لانه الدقن مش جزء من الوجه، الكلام ده صحيح؟ لا يجب ذلك عليه. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. سؤال حضرتك، انا كان عندي مبلغ من المال وسايبه وديعه في البريد المصري، بس ما باخدش عليه فوائد، يعني انا عامله على النظام الجاري وما باخدش عليه فوائد. فبينقصوا من كل يعني كل سنه بينقصوا مبلغ بس عشان احتفاظ بالمال، هل ممكن انا احطه على نظام التوفير وما اخدش الفوائد دي واطلعها ما استفادش منها حاجه، ولا اطلعني على النظام اللي انا عليه؟ تفضلا اعد. حضرتك انا عندي مبلغ من المال ووضعته في البريد المصري. ايوه. على نظام على النظام الجاري، النظام الجاري ده يعني انا ما باخدش منه فلوس خالص، بل انا اللي بيتخصم مني فلوس كحفظا للمال. طيب.
هل ممكن ان انا اغيره على نظام التوفير اللي هو يبقى عليه فوائد ولكن ما استفدش من الفوائد دي خالص، يعني اطلع الفوائد دي بعيدا عني وبعيدا عن المكان اللي انا فيه، ولا اعتمد على النظام؟ اذا كنت قويا وتحافظ على نفسك من ان تمتد يدك اليها فلا بأس. تمام، السلام عليكم. يجوز اللي انا اعمله، بس ما يضعفش نفسي، امسك نفسي ان انا المال ده ما يجيش لي بيتي خالص، اطلعه بعيد عني. الله ينور عليك، الله يحفظك يا شيخ. وياكم. اذا ارتد زوج وزوجته حامل لمن ينسب الولد لهما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يحفظك يا شيخ مصطفى، من فضلك. وإياكم ويسلمك ربي. أنا طالب في كلية الطب البشري. مرحبا. والحمد لله يا شيخنا، يعني أطلب العلم الشرعي بقالي عدة سنوات. الحمد لله. يا شيخنا، يعني أحيانا سبحان الله، يعني الشاب مننا بيجد مشقة من الالتزام في خضم الحياة والفتن وكذا، والموازنة بين العلم الشرعي وعلم الطب، لأن الدراسة شقة كما لا يخفى على علم فضلتك، فلو من وصية يعني تسلي بها على أنفسنا. والله يا أخي الكريم، أوصيك بعد تقوى الله سبحانه بقراءة آخر آية من سورة المزمل، وهي قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظ على الأصول، وآتوا الزكاة، ومع إقامة الصلاة والزكاة معك فلوس أقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حافظ على الأساسيات والله يعذرك. نعم. السلام عليكم. إبراهيم أبو غنيم، أسأل الله العون يا إبراهيم، الله المستعان، وما صبرنا إلا بالله يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزك يا شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله. سل السؤال الأول: ما قولكم في جماعة دعوة التبليغ وما يقومون به من زيارات وجولات وجلوس في المساجد؟ والله يا أخي الكريم، أنا أخ لكل المسلمين. نعم. ولا أنتمي لأي جماعة إلا الجماعة الإسلام العامة. تمام. وأحب لنفسي ولإخواني ولك أن نمضي قدما على ما كان عليه الرسول وأصحابه، نتعلم ديننا ونعلم ما تعلمناه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. تمام. وإذا دعوت أدعو على بصيرة وعلم وبالطريقة التي سلكها النبي وأصحابه، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلا أرضى لي ولا لك أن ندعو إلى الله بجهل، بل نتعلم، والذي علمناه ولو حديث واحد أبثه للناس وأعلمه الناس، هذا منهجي. أما كوني مسلم وأنت مسلم أيضا، فرب العزة يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. أما الجماعات والتعصبات للجماعات وتأمير الأمراء على الجماعات، وأنت معنا، إذا لم تكن معنا فأنت علينا، إلا إذا تألفوا قلبك أو اتقوا شرك، لا نحب ذلك، نحب أن نتأخى مع عموم المسلمين. فهمت كلامي؟ أنا عن نفسي عم الشيخ، ليس في، يعني لا أتعصب لأحد، ولكن هذا ما وجدت، يعني اللي وجدته فيهم في ظل الظروف التي نمر بها، يعني اللي لقيت معهم، يعني ان انا اخذ عنهم دين. انت تعلمت دين. انت سمعت، فهمت كلامي؟ انا فهمت كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. ارفع صوتك ووضحه ولا تخنس. ارفع صوتك كده، شيل السماعة وتكلم كما المسلمين يكلمونك. ها صوتك غير واضح. السؤال شيخنا الكريم، الإنسان يعني إذا خشي من أمه أنه لو لبس القميص أنها تغضب، هل يجب عليه أن يخفي ذلك عنها حتى لا تغضب، أم يجوز له أن يلبسه أمامها حتى تتعود عليه وتتركه يلبسه ما تشاء؟ الرجل يلبس القميص، الثوب الواسع الساتر، أمه تريد أن يلبس لبس العجم، بنطلون وقميص أو بنطلون ساقط، لبس الفساق، فهل إذا خالفها ولبس القميص الذي هو أحب الثياب إلى رسول الله يكون عاقا؟ لا، لا يكون عاقا، ولتتضايق كما شاءت، علمها دينها، إن أحبت دينها فالحمد لله، أبت إلا أن تلبس بنطلون لا تلبسه. ليس للأم أن تجبر ابنها على التشبه بغير الصالحين. لبس ثياب رسول الله، قميص الأنبياء، يوسف عليه السلام قدت قميصه من دبر وجاءوا على قميصه بدم كذب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. الآن يا أخي الكريم في حرب على الإسلام الظاهر، تغطية الوجه عليها حرب، ملابسنا العادية أصبح الذي يلبس قميص متهم، لماذا؟ نريد أن نعود إلى سنة رسول الله. التحي، البس قميص، البس عمامة، هيئ نفسك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني سترضى العجوز أن تلبس بنطلون ضيق يجسم إستك من الخلف ويجسمك من الأمام، وتلبس قميص زي البنات بين ثدييك يظهر العضلة؟ يا أخي البس محترم ولا تبالي بالأم حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، الحمد لله بخير. كان عندي سؤالين بس بسرعة لو سمحت. سأل يا الحبيب. طيب، أنا دلوقتي مصاحبة المسلمين لغير المسلمين أو المسيحيين بغض الأخص، دلوقتي أنا اللي أعرفه يعني المطرح المفروض يعني الزمالة، فأنا عايز أعرف حدود الصحابية اللي أنا المفروض أنا ألتزم بيها إيه؟ يعني إيه حدود الصحابية؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الزواج من النصارى بتوع العصر الحالي، هل ده يجوز اصلا ولا لا يجوز؟ لان انا اعرف ان هو تزوج من اهل الكتاب، لان هم اهل الكتاب يعني هم عقيدتهم يعني لو هم اهل الكتاب هيبقى مسلمين، يعني هيبقى يؤمنوا باللي نزل عندهم في الدين فيؤمنوا بسيدنا محمد. فهل ان احنا نتزوج من النصارى بتوع العصر الحالي ده يجوز ولا لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما مدى مصاحبتك لأهل الكتاب؟ الله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كانت هذه المصاحبة تفضي بك إلى ترك حدود الله أو ترك التمسك بدينك فلا تصاحبهم، كان فقط زمالة في عمل، زمالة في دراسة فقط وليس لها تأثير عليك، فلا بأس للآية المذكورة وجمعا بين الأدلة هذا. وعن الزواج بالكتابية، فأراك تكلمت كثيرا ولا يقبل الكلام الكثير أمام النصوص من كتاب الله. الله قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات أي العفيفات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنة العفيفة الحرة الكتابية يجوز الزواج بها،
وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية، فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، وأيضا فإن أحد أصحاب الشورى الستة تزوج بكتابية يهودية، فقيل للراوي الزبير بن العوام، قال: إن كان لكريم المناكح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك يا بارك الله. الله يبارك لك. أنا حصل يا شيخ مش على يمين الطلاق، أنا حصل على رجع. كان في زوجة حصل إن هو حلف يمين طلاق كذب. حضرتك أنت عارف ده في خلاف بين العلماء. فالزوجة خدت بالرأي إن هو خلاص اليمين وقع. هو راح سأل قال له إن هو ما وقعش. فهو ردها رجعه ازاي بقى؟ فهي بعد ما جه قالت له، قال لها الشيخ، قال لها ان هو ما وقعش. قالت له يعني احنا كده، هي بقى كانت من كتر خصة وعارفه الفتوى، قالت له احنا كده وقع بينا طلاقه. بس بعد الحلقه اللي حصلت بينا احنا كده رجعنا لبعض تاني، لقيت له حصل طلاق، قال لها اه. قالت له احنا بعد اللي حصل العلاقه رجعنا لبعض تاني، قال لها اه. كده الرجعه صحيحه؟ حتى هو مش مقتنع ان هو طلقه حصلت. هذه قضيه كلام فيها ينبغي أن يكون من الطرفين ليس من طرف واحد. هو أصول الزوج حلف أنه مش هيسأل في الموضوع، والزوجة مرعوبة وخايفة. مرعوبة والله، أنت متشككة في المعيشة ما مقتلع منه. إذا كان أنا أقول لحضرتك هل كده الرجعة صحيحة؟ ما أنا مش عارف إيه اللي حصل بالضبط. أنا مش ما أنا قلت لحضرتك، ما شرحت لحضرتك اللي حصل. شرحك غير كافي، لم أفهم. أنت معلمة غير جيدة في الشرح. عادي يعني زوج هو حلف طلاق كذب. مثلي اذكري اليمين علي الطلاق، ما حد اتكلم معي حاجة والناس دي اتكلمت معي. قال علي الطلاق ما تكلم معي أحد، ما حدش اتكلم في الموضوع مثلا، هو الناس دي اتكلمت أصلا. هو كده كذب. بس أي مسألة خلافية نختار فيها الوقوع. أنا قصدي الرد بقى، الرد كده نفعت؟ ما هو كانت أول تطليقة ولا الثانية ولا الثالثة؟ يمين، هو يمين. كان أول يمين بالطريقة دي. بس هو عفوا إذا أقر الآن أنها تطليقة وقال لك راجعتك، خلاص الطلاق محسوب. لا، ما تطليقه هو ما قالهاش راجعتك، هي عشان عارفه حكم حضرتك او راي حضرتك في المساله، فبتقول له يبقى احنا كده وقع بينا طلقه. قال لها اه. هي العلاقه اللي هي عفوا كده رجعنا لبعض. لا لا هي تكيف كافية يا اختي، الكلام مش كده، هي تكيف الموضوع تبع فهمها، هو يجاريها. هو جاريها، هو يجاريها، لكن ممكن يكون معتقد اعتقاد اخر. هو مش معتقد ان هو وقع اصلا، بس الكلام ده حصل من سنوات. اعتذر. شكرا ياسر صيام، بارك الله فيك يا ياسر صيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله الحمد. طيب الحمد لله، بارك الله فيك يا ياسر، تفضل. صحيح يا مصطفى، انا كنت كلمت حضرتك من 3 ايام، سالت حضرتك فتوى بخصوص العمل، بس وانا لسه يعني قلبي مقبوض بخصوص الموضوع ده، فممكن اسال معلش حضرتك تاني في اتفضل. هي كان الفكره ان انا شغال على تطبيق المطاعم في شركه اوروبيه، فانا المفروض دلوقتي العميل لما بيجي يشتري حاجه من المطعم وبيحاسب بيدفع، عايز يدفع عن طريق البنك، فانا عايز اعمل حاجه في اللي مطلوب مني ان انا اعمل طريقه برمجه في النص اللي هي تسهل وصول الاموال من العميل للبنك. مش ماشي 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 كالفيزا يعني التي تصنع عفوا الماكينه التي توضع في اي محل. يعني هو زي حاجه زي يعني الان زي مثلا الآن هو يدفع الفلوس توصل عن طريق البنك، يعني هو من المطعم للبنك. من البنك للمطعم، مطعم للبنك، يعني هو عميل بيشتري يدفع فلوس للمطعم عن طريق مثلا الفيزا. ماشي. فهو ده المطلوب مني ان انا اعمل طريقة. قلت لك الامر في ساعة عمت بها البلوى الان، ولست بمسؤول عما وراء ذلك، ممكن يكون يضع المال في البنك كحفظ. تمام، يعني هو او في محلات تلزم بهذا. تمام،
هو الموضوع لا هو في يعني ممكن يحاسب باكتر من طريقه، يعني ممكن فلوس، ممكن يحاسب مثلا. يعني انا بس اقول لك يعني اذا سالت وعزمت توكل على الله، مرتب سيب العمل، لكن انا اقول لك الامر في ساعه ان شاء الله. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. طب أحبك لله والله. نعم. أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بسأل يا شيخ. سأل. لو أنا مسافر 150 كيلو يعني ماشي الساعة 2 وكده الساعة 4. هل اصلي العصر ركعتين ام اربعه؟ مش انت سالت اول امس هذا السؤال يا حبيبي وجاوبناك؟ نعم. سالت اول امس هذا السؤال ام لا؟ السؤال ايه؟ الذي سالته الان، سفر 150 كيلو وترجع للصعيد. اجبناك فلا داعي لتكرر، قلت لك تقصر. شكرا. مش فاضيين يعني كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟ بخير والله الحمد، ونفع الله بك يا ياسر بن عسل. السلام عليكم. هل عسل وصف أو اسم يا ياسر؟ جزاكم الله كل خير. وياكم. تفضل. سؤال، أنا كنت من تسعة أو عشر أشهر كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكن جاءني بغير المواصفات التي عرفناها عنه. كان أقصر وكانت اللحية صفراء. المهم ده كان وقع من 10 أشهر زي ما أبلغت حضرتك، فكان اللي حواليا مصدقين إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معايا أبويا فكان قال لي سلم على النبي، وكان هو مصدق ان هو النبي. انا لما شفته ما كنتش مصدق ان هو النبي، لان انا عارف المواصفات اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكتر من روايه يعني. وانا جوه المنام نفسه ما كنتش مصدق ان هو النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع تكرر معايا اول امس. رايت على العموم الاول، بارك الله فيك يا شيخ هاني وحفظك. على العموم ذكرناك بالشروط التي ذكرها العلماء لتأكيد أن المرء هو الرسول، منها أن يكون المرء المخبر صادقا، أنت تكون صادق ما تكونش كذاب أنت. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الخلقية الرسول أبيض، رأيت أسودا في المنام ليس هو الرسول. ثالثا الرسول على خلق عظيم، رأيت شخصا بذيئا في الرؤيا ليس هو الرسول. رابعا ألا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، لا يقول لك مثلا لا تصلي، أنت بلغت اليقين ولا تصلي. توجدت هذه الأمور في الغالب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. شكرا. بارك الله فيك يا سيد الملة أو الملة، قابلتني في حرم ربي ونسيت الملة أو الملة، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله أنا بخير، الحمد لله بخير. الحمد لله. تفضل اسأل. هل ينقص من أجر الإمام إذا أخذ أجرا على إمامته للمسجد، مع العلم أنه مش موظف أو حاجة، بس هو بيلتزم يعني المواعيد بيجي فيه؟ أنا سأرد عليك السؤال تحريكا لنفسيتك الطيبة. أنت الآن ذهبت إلى مسجد، أنت أم الناس، عرضوا عليك أموال، قلت لن أخذ أبتغي مرضاة الله، وغيرك أخذ، أيكم أفضل؟ هو الموضوع مش في كده، والموضوع أنا سألتك سؤال بس يعني اختصارا، أيكم أفضل في الجملة؟ الأفضل اللي مش هياخد بس. الحمد لله. وإذا أخذت لست بآثم، خلاص حلت المشكلة. إذا أخذت لست بآثم، لكن أحسن منك من لا يأخذ. لازم من لا يأخذ. شكرا. خلاص تعلمت. وقدرك رفعه ربي يا فتح بن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استحلفك بالله يا شيخ تساعدني، استحلفك تجاوبني الموضوع. ما انا قلت لك لست بشريحة جيدة، لست. وانا هشرحه لحضرتك. انا فهمت كلامك الذي ذكرتيني به.
على كل اللي انا عايزه اعرفه الرجعه كده صحيحه؟ هو لما قال لها كده انا خلاص وقعت اليمين ورجعت. اجابته لازم اسال ان هو مش فعلانه كان سال الشيخ يا الله. والشيخ قال له لا ما وقعش. افهم الكلام عشان يريحها. يا اختي افهم الكلام. هو قال لها هذا الكلام مجاراة لها أنها حسبت تطليقة أو هي التي تلقنه حتى تحسبها تطليقا لصالح نفسها. لا هي مش أنا مش عايزة طلاق يا شيخ، ده هو ده كان حوار بيني وبين. أيوة هو الآن أنا أريد أن أسأله سؤالا، ما وصلته تعب منك لأنك موسوسة. هو لا يا شيخ، هو لما حلف راح سأل الشيخ، أنت عارف حضرتك أن الموضوع فيه خلاف صح؟ أيوة فيه خلاف، يعني واحد قال علي الطلاق ما حصل كذا. طب هو كان جاهل ولا ناسي ولا عالم؟ هل متعمد او غير متعمد؟ هو كان فاكر ان هي عزة الليلة ديت، كانت بتتكلم يعني فهم غلط. انت من حضرتك اليمين على نهاية المستحيل، يعني فهم غلط. فهم غلط، خلاص طلاقه مش واقع خالص، انتهى الكلام. انت حضرتك قلت له قبل كده ان هو واقع، انا ما بسألش على الطلاق، انا بسأل على الرجعة. لا ما هو الطلاق يا الله، الرجعة لا تكون الا بعد طلاق، الله يغفر لك. هو سأل حضرتك فانت قلت له قبل كده ان هي نية المستحيل على نية مراتك. نفهمي يا اختي. نعم يا شيخ. هو حلق، انت قلت لي من اللي جاي؟ استحلفك بالله يا شيخ ساعدني. طيب ماني بساعدك اهو، انت مش راضي تفهمي، افهمي الكلام يا اختي. انت قلت لي احكي لحضرتك الموضوع. لا 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 ما تحكيليش، لا 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 ببين قواعد عامه بس يا اخي. لا احكي لحضرتك اليمين حصل ازاي. مش هسمع منك، افهمي كلامي، نقطه قواعد عامه لك ولغيرك. واحد قال لي يا مصطفى انت اكلت بالامس؟ قلت له انا ما اكلت، لم اذكر. قال تقسم بالله؟ اقسم بالله ما اكلت بالامس. طب ممكن اقول لحضرتك يا اختي اصبر علي استاذنك، مشكله قولي بس اجيب للناس بصفه عامه. يا اخواني واحد اقسم بالله كاذبا لفهم خاطئ، ما تعمد الكذب ولكن فهم غلط فاقسم، سواء اقسم قال والله او اقسم قال علي الطلاق، هو فهم غلط، يعني ما تعمد الكذب لاقى طلاقه. تفهم يا عبد الرحمن؟ يعني انا مثلا قلت اقسم بالله ان ما اكلت بالامس، شيخ غيري قال علي الطلاق ما اكلت بالامس، هو فاكر انه ما اكلش. وهتقول لا انت فاكر يوم ذهبنا لفلان امس، ذهبنا لفلان وكلنا لقمه، قال استغفر الله. فهو لا ياثم ولا يلزم بكفاره. قال العلماء في لغو اليمين أنها تشمل ثلاثة مسائل، تشمل ثلاثة صور. الصورة الأولى لا والله وبلا والله والله من غير تعقيد. الصورة الثانية يمين المخطئ، شخص قادم من بعيد أقسم بالله أن هذا زيت، طلع عمرو أنا مخطئ ما تعمدت. اليمين الثالثة في لغو اليمين يمين الناسي، كلها دخلة في لغو اليمين. فالأخت لا تريد أن تسأل عن الأصل، تريد أن تسأل عن الفرع. أيوة كده إلا صلاتي، كلامك صح، أقسم على ما فهم وهو فهم خطأ، إذا القسم لم يقع. كلامك صح صحيح كلامه، لا تريد تسمع هذا الكلام وتريد أن تشق على نفسها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. زي فضلتك يا شيخنا الكريم. الحمد لله أنا بخير والحمد لله. رأيت رؤيا فجر السابق، رأيت يدي اليسرى وضعت في شجرة. نحن لسنا هنا تفسير الأحلام، شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم كن عنا وكيلا وكلنا ظهيرا، اتخذناك وكيلا فكن عنا وكيلا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اجعل لنا يا رب لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم تولانا وتولى أهل الإسلام يا رب. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إلا إليك، أذلاء بين يديك يا رب العالمين، فتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا يا رب العالمين. يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، ارفع درجاتنا في عليين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، احفظنا وارحمنا احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا واصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. طمئن قلوبنا بذكرك، وارفع درجاتنا بذكرك، وارفع درجاتنا بذكرك يا رب العالمين. بيض اللهم صحائفنا، اللهم بيض صحائفنا ويمن كتبنا، وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.